أن يرجعوه. يريدنا من الريف أن تأجب طريق الخليج وتغتصب نساءنا وتغتصب أطفالنا. الله أكبر. هل المساجد لله؟ من المخزن؟ لو كانت لهم الجرأة، لو كانت لهم الجرأة ويدعي نفسه إيمان لقال كلمة الحق، لقال كلمة الحق. الكرسي ديالو مهدد، لان الفتيت عطى تقارير مغلوطه، لان الفتيت كلا سرقات العصا، فبالتالي كيحاول يدي البلاد الى مستنقع من الدماء. الفتيت لا وطنيه له ولا لا. إلى عموم الكادحين والفقراء، وإلى عموم الشعب المقهور المظلوم الذي يعاني الويلات ويعاني التهميش والحصار، خصوصا أبناء الريف الصامد الشامخ، أبناء المنطقة الذين يعانون التهميش بكل أنواعه. أناشدكم بالحفاظ على السلمية، لأن السلمية هي سلاحنا التي زعزعت أركان هذا المخزن الغاشم.